السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. معانا النهاردة مع الفيديو رقم 8 من سلسلة Penetration Testing Labs بعنوان Metasploit Attack Part 2. طيب النهاردة هنتكلم عن النهاردة هنتكلم عن اختراق الأجهزة عبر الإنترنت، عن طريق الإنترنت أو عن طريق الوان. فاحنا هنشرح بس إيه شوية كونسبت نظري كده. كلنا عارفين يا شباب اللي أنا مثلا دلوقتي ده مثلا إيه السحابة بتاعة الإنترنت الـ ISP. طيب انا مثلا جهاز الفيكتيم متوصل على راوتر، الراوتر ده رايح على سويتش، السويتش ده رايح على جهاز الفيكتيم بتاعي. طيب انا برضو انت الراوتر رايح على جهاز الكالي لينكس اهو، تمام، وده جهاز اهو الكالي لينكس اهو هاكر مثلا، وهنا مثلا ده الفيكتيم. واضح. طب ده كلام جميل. هنفترض ان انت طبعا كلنا عارفين في الانترنت ان الناس اللي درست السي سي ان اي الناتنج ان الجهاز بتاعك بياخد اي بي جوه النتورك بتاعتك، وعلى الانترنت بياخد اي بي مختلف خالص. الجهاز بياخد اي بي برايفت جوه اللان بتاعتك، وبره اللان بياخد اي بي بابليك. فهقول مثلا ان الاي بي نتورك مثلا هنا 10.0.0.0/24. هقول الراوتر مثلا هنا واخد دوت 1، والجهاز هنا واخد دوت 2، جهاز الكالي عندي هنا واخد دوت 2. الراوتر ناحيه السيرفيس بروفايدر بياخد اي بي بابليك من السيرفيس بروفايدر. مثلا احنا بنتكلم هنقول مثلا هو 41.5.6.7، والراوتر اللي رايح برده من الفيكتيم. تعال نتكلم عن النتورك بتاعت الفيكتيم، هنقول بس برده ان هي 10.0.0.0 مثلا اهو /24. الفيكتيم عندك واخد هنا دوت 2، الراوتر هنا واخد دوت 1. الفيكتيم الراوتر ناحيه الانترنت بياخد برده هنا اي بي مثلا هنقول 41.88.5.6. طيب ده كلام جميل. النت بيتكلم عن ايه؟ ان انت جهاز دلوقتي واخد اي بي جوه النتورك بتاعتك 10.0.0.2، ولكن لما يطلع على الانترنت عن طريق الراوتر بيتغير السورس اي بي اللي جايه منها الباكتس. واضح كده؟ بيغير السورس اي بي اللي جايه منها الباكتس من 10.0.0.2 ل 41.5.6.7، بيتغير للاي بي ده. تمام؟ بيتغير للاي بي ده. طيب الجهاز برضو بالتالي عندك لما يجي بيطلع على الانترنت بيتغير السورس اي بي اللي طالعه بتاعه الباكتس اللي طالعه من جهاز الفيكتيم للانترنت، بيتغير السورس اي بي بتاعها ل 41.88.5.6. فبالتالي انت كجهاز الهاكر او جهاز الكالي انت بيواجهك مشكله في ان انت مش عارف الاي بي بتاع الجهاز، لان انت هتتعامل مع جهاز على الانترنت مش بالاي بي بتاعه. انت تتعامل مع الجهاز اللي على الانترنت بالاي بي الاي بي بابليك اللي هو بتاع الراوتر. واضح؟ وخلي بالك ان الاي بي بتاع الراوتر البابليك مش بيطلع منه جهاز واحد بس، لا ده كل الاجهزه اللي في اللان بتاعه الراوتر، كل الاجهزه اللي في اللان بتاعه الراوتر بتطلع برضو على نفس الاي بي ده. فانت اصبح الاي بي ده بالنسبه لك بالنسبه للهاكر ما بيعبرش عن الفيكتيم بس، لا ده بيعبر عن النتورك كلها اللي فيها الفيكتيم. فانت محتاج صيغه معينه او عنونه، اسلوب عنونه معين ان انت تحدد مكان الجهاز ده. وكذلك برضو نفس الكلام الجهاز برضو بيتعامل معاك عن طريق الاي بي بابليك اللي انت واخده. طب انت كهاكر برضو الاي بي بابليك اللي انت واخده كل الاجهزه اللي في النتورك اللي في اللان بتاعتك بتاخد برضو بتطلع الانترنت بتاخد نفس الاي بي. الموضوع باختصار ان انتم لما تيجوا تخشوا على الانترنت بتعملوا كومينيكيت على الانترنت، فكل جهاز بيدخل بعنوان غير العنوان بتاعه. فبالتالي انا محتاج صيغه او عنونه، اسلوب عنوانه معين يخليني افتح كونكشن من الهاكر للفيكتيم. الفيكتيم بيستلم فيروس. احنا اما كان الاتاك على نفس اللان، هفترض مثلا ده الجهاز بتاع الفيكتيم اللي هو الفيديو اللي فات ده كان اللوكال فيكتيم بتاعي، ده كان اللوكال فيكتيم بتاعي. فكان اللوكال فيكتيم بياخد الفيروس. الفيروس بيعمل كونكت على ايه؟ بيعمل كونكت على 10.0.0.2 اللي هو ايه؟ اللي هو اي بي الكالي. تمام كده؟ يبقى تاني الفيكتيم اول ما بيدوس على الفيروس هو بيعمل كونكت على 10 زيرو الفيروس جوه الجهاز الكمبيوتر بتاع الفيكتيم، بيفتح كونكشن على 10.0.0.2 اللي هو اي بي الكالي.
طيب انا برضو هدي الفيروس للفيكتيم، الفيروس هيفتح كونكت على كام؟ على اني اي بي؟ هتقول لي مثلا على 10.0.0.2، اقول لك لا طبعا، يعني ده لان الفيروس هيفتح كونكت عن طريق الانترنت، فبالتالي مش هيعرف يفتح كونكت عن طريق الانترنت على ديستنيشن اي بي برايفت، لان الاي بي هنا بتاع الكالي هنا برايفت. طيب هتقول لي مثلا هيفتح كونكت، يعني هيفتح كونكشن على مين؟ ما انا الكالي بيطلع للانترنت مش بالاي بي بتاعه، ده بيطلع باي بي مشترك اللي هو الاي بي 41 دوت 5 و6 و7، مشترك ما بين الكالي وكل الاجهزه اللي معاه في نفس اللان. طيب هنحل الاشكاليه دي ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الاستاتيك نت. انا هروح هست اللوكال، هست اللوكال اي بي بتاع الفيروس اللي انا كريته على الفيل الفيديو اللي فات، هست اللوكال اي بي بتاع الفيروس اللوكال او اللوكال هوست اللي هو اللوكال اي بي هوست، هست او هكتبه على سي على 41.5.6.7. هتقول لي الله ما هو كده الفيروس هيكونكت على الاي بي، الاي بي ايه بتاع الراوتر؟ اقول لك انا ايوه انا عارف، ما هو انا هروح للراوتر اللي هو عن اللي هو ايه في اللان بتاعت الكالي، وهعمل ستاتيك نت، هقول للراوتر اما يجي لك سيشن او كونكشن على 41.5.6.7. وخلي بالك ان انت برضو هنا بتحدد الايه اللوكال بورت، وانا حددت اللوكال بورت المره اللي فاتت ايه؟ حد فاكر؟ على 443. تمام، فانا اروح اقول للراوتر اما تجي لك سيشن من الانترنت، اما تجي لك سيشن من الانترنت على الاي بي بتاعك وعلى بورت 443، حول الكونكشن ده، حول الكونكشن ده ل اي بي الكالي اللي هو 10.0.0.2، وده استاتيك، ده الاستاتيك نت. طيب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ اولا تعالوا بقى نشوف الدياجرام بتاعنا. ده جهاز الريموت فيكتيم اللي انا هخترقه، طالع على راوتر، الراوتر ده طالع على الانترنت برضو، الجهاز ده برضو طالع على الانترنت، فده جهاز الكالي. انا هروح دلوقتي ايه على الراوتر، اعمل بس الشورت كونفيجريشن عليه، اي بي اتش تي تي بي اوثنتيكيشن لوكال يوزر نيم ادمن باسورد لا بريفليج 15 باسورد سيسكو و سيكريت سيسكو ولاين بي تي واي 0.15 باسورد سيسكو لوجن لوكال و اكزيت. تمام، طبعا كل الكونفيجريشن دي مش ضروري انك تعرفها. انا دلوقتي هاجي على سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال، انا هفتح صفحه الكونفيجريشن جرافيك يوزر انترفيس بتاعت راوتر 1. راوتر 1 ده الراوتر اللي هو الديفولت جيت واي للنتورك اللي فيها الكالي لينكس. ادي تمام السيسكو كومبريشن بروفيشنال فتح اهو. وهعمل كونكت بقى ايه على الراوتر، هعمل ديسكفر على ار 1، هيظهر لي المفروض الاسم بتاعه هنا في خانه الراوتر هوست نيم. discovered اروح على configure router نيت، هجيب advanced net next، وبيقول لك choose the interface that connects to the internet. انا عندي الانترفيس اللي رايح على الانترنت هي fast ethernet 0/0، الراوتر اهو fast ethernet 0/0، ودي الانترفيس الداخليه اللي رايحه على النتورك الداخليه fast ethernet 1/0، فانا هحدد هنا اهو fast ethernet 0/0 next. بعد كده بيقول لي اد النتورك البرايفت عندك، انا دلوقتي عملت اد، اصلا هو عمل اد للنتورك البرايفت بتاعتي اللي هي من 10.0.0.0 ل 10.0.0.255. طيب ادوس next و هايد بقى ايه، بيقول لي specify public IP address for servers،
انا دلوقتي هفتح هنا البرايفت اي بي بتاع الكالي هنا ايه 10.0.0.2، البابليك اي بي بتاعه بره هيكون ايه فاست ايثرنت 0/0، الاي بي اللي واخده فاست ايثرنت 0/0، التايب اوف سيرفر هنا هيكون هعمله اذر، والاوريجنال بورت هخليه 443، والترانسليتد بورت 443، وهجيب بروتوكول. طيب انا هعمل هنا كانسل، اروح على الاديت كونفيجر وهمسح الليسته دي دريفر. طيب ده كلام جميل جدا، هروح على كريت نت كونفيجريشن اهو، نكست نكست نكست، هنا بقى اد اهو، هنحط هنا اي بي كالي و تشوز ان اي بي ادرس بتاع فاسيت نزلش للزيرو، تايب اوف سيرفر هنا اذر، وال اوريجينال بورت 443، الترانسليتد بورت 443، وهكتب اوكي وهعمل فينش اهو دليفر. ودلوقتي هكريت بقى ايه الفيروس بتاعي على الكالي لينكس بالفيل، والباسورد هنا تور. بس خلي بالك الفيروس بقى اللي انت هكريته على الفيل، انا اكزت الفيروس اللي انت هكريته على الفيل ده بقى ايه، ليه قصه بقى تركه كده معينه. انا هكتب هنا فيل ايفيجن وهعمل ليست 31، هكتب اللي هو الميتا بروتو ريفرس سي سي بي، وهعمل سيت الهوست. السيت الهوست هنا الاي بي البابليك بتاع الراوتر، انا عندي الراوتر في النتورك برايفت، او النتورك اللي انا عاملها الجي ان اس 3 واخد بابليك اي بي مثلا دوت 2. انا طبعا عامل كل السيستم ده محاكاه للانترنت يا شباب، يعني انت ممكن تبص لي الناس اللي دارسه نتورك يقول لي ده 192 ده برايفت، اقول لك لا انا مطلع الراوتر عندي على كارت لوب باك، عشان كارت اللوب باك ده بدوره هيطلعه على الانترنت، فالسبنت اللي فيها الراوتر كارت اللوب باك 192.168.137.0/14. انا هسه هعمل سيت الهوست هنا 192.168.137.2، وهعمل السيت البورت هعمله على 443، وهعمل جنريت هكتبه هنا برضو مثلا احمد رأفت، وباي انستولر، وهنا برضو هنا خلصوا تمام. اوكي تمام، افتح تيرمينال هنا وهعمل كوبي ل اليوزر شير فيل اوتبوت كومبايلد احمد. طبعا خليها هنا برضه كومبايلد اوتبوت كومبايلد. طب انا هعمل مثلا يوزر نيم شير ال output compiled s، هو المفروض سايبه فين؟ طيب انا هعمل exit، هعمل مرة تانية كده جنريت، وهعمله مثلا AA1 تمام. ودلوقتي بقى ايه هيكريت الفيروس، انا رحت لقيته يعني رحت على الملف اللي بيحط فيه الفيروس ما لقيتش زي كريت الفيروس ولا حاجه، فانا قلت اجرب كده اغير الاسم بتاع الفيروس، يعني بتفرق التركات الدقيقه دي مع اللينكس. تمام، انا دلوقتي لو رحت عملت ls هنا اهو ال aa.exe ده الفيروس بتاعي، انا هعمل كوبي لل aa.exe هعمله هحطه في الروت ديسكتوب احمد.exe او احمد-1.exe كوبي و بيست. تمام، هروح برضو على الايه الايزي بايندر، هروح على الايزي بايندر وهدمج، حط هنا احمد فيروس احمد داش 1، احط الصوره
ممكن طبعا تحط برنامج، ممكن تحط كراك لعبة، كل الكلام ده هيشتغل معاك الايزي بايندر. احط الايكون، الايكون تمام. وهروح اعمل هنا ايه، هو هعمل سيت اب فايل، هخليها احمد سلام سليم و بوينت فايلز. دلوقتي هعمل بوينت فايل اللي هو ده، انا مثلا هكتبه دوت جي بيج كوبي، وهاخده دلوقتي بقى بي سي 7، ده بقى اصبح هو الريموت هوست. تمام، كليك يمين اهو، وهروح بس على الكوماند برومت، تاخد اكيد هو واخد اي بي في الراوتر التاني وبينج على. لو جيت عملت مثلا ريسيرت على اربع ثانيات، جيت مثلا عملت على 100 3، لو انا برضو رحت على كالي لينكس وعلى الام اس اف كونسول، هعدل بس هنا، هعمل ايه سيت الهوست، هخليه على 192.168.2.2، وهخلي البورت اللوكال بورت زي ما هو، وهعمل هنا اكسبلويت اكسبلويت، هفتح الفيروس طبعا، هنا فتح الصورة وعمل فتح الفيروس في نفس الوقت، وادي برضو جالي الكونكشن بتاعي من الجهاز. خلي بالك، بص بقى ان الجهاز طالع من ايه، انا عندي الراوتر بتاعي واخد مثلا بابليك اي بي على دوت 2 192.168.137.2، الجهاز طالع بقى من بابليك اي بي الراوتر تاني اللي هو دوت 3، فده ياكد لك ان الجهاز ده فعلا موجود في لان تانية. تمام، وبرده نفس الكلام بقى عندك الميتربريتر، بعض الاوامر اللي انا وريتها لك المره اللي فاتت. انا اعتبر خلصت، ويعتبر كده خلصت سلسلة الـ Penetration Testing Labs. أتمنى تكون السلسلة عجبتكم وفادتكم، وأتمنى إن هي تكون مشجعة لأي حد بيفكر يدرس الـ Penetration Testing. زي ما أنا برضو إيه قلت في الـ Introduction، السلسلة دي موجهة للناس اللي عايزة تبدأ في الـ Penetration Testing. يعرف بس شوية التركات البسيطة اللي احنا ممكن نعملها في الـ Penetration Testing، وكذلك وطبعا يستحسن او ريكومندد ان هم يكونوا دارسين نتورك. اتمنى حتى الناس اللي هي اللي مش دارسه نتورك حبت بس ايه تتفرج على اتفرجت على السلسله يعني كده فور فن، اتمنى ان هي تكون عجبتهم برضو. اشوفكم ان شاء الله في كورس تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.